عسلامة. عسلامة خويش. مرحبا بيك. بيك عايش. مواطن تونسي، إيش تعمل في حياتك؟ عامل يومي. عامل يومي. تخدم كل يوم ولا نهار تخدم ونهار لا؟ نهار كل مرة كيفاش. فما الخدمة ولا؟ مش ورش. فما أنواع راهو نتاع عامل يومي، فما عامل يومي ما شاء الله ديما يخدم معناها، فما عامل يومي نهار يخدم 10 لا، أنت كيفاش؟ احنا والخدمة نخدموا في البنية. بني يعني مرة تخدم مرة تشوف السلع غالية برشا، ما عادش عباد قادرة باش تاخذ، يعني مربوطين مربوطة بعضها كل شيء. آخر مرة خدمت وقتاش؟ آخر مرة برسك شهر تاني. شهر تاني. بالنهار تخلص. نهار. معناها وعادي تقعد شهر كامل ما تخلصش. عادي. نهار البنية اليوم قداش وصل؟ كيفاش 40 50 أنت والبلاصة. تمشي للشارع الأرياف تلقاها أقل 30 دينار. نحكيو شويه على الاسعار. هاي الاسعار غاليه اليوم. باش تدهن دار مثلا انت والنوعيه نتاع الدهن وانت والدار اعطينا معناها الاجره نتاع العامل. والله انا خاطر الدهن كل واحد اختصاصه، احنا نخدموا في البني الدهن مش تابعه معناها بعض كل واحد ميسيون وحدها يعني كل واحد وحده، وكل بني واحد والدهن وحده وكل شيء كل واحد. لكن ساعات نلقاو بني يخدم حديد في نفس الوقت يصلح كراهب وعرفت كل ما بعض مع بعضهم جاي في كل ضربه واحده. فهمتي؟ اما كل واحد بالنسبه لي انا كل واحد باختصاصه. كل واحد احنا في تونس هنا اللي مفاهله بعض كل شيء. فهمتي؟ معناها تخدم مع مقاول. مقاول برا عند بالنهار عند الملاك يعني كل مره كيفاش. فهمتي؟ احنا مسيو ديجا كنا باش نحكيو في خصوص يعني العزوف عن الزواج وننطلقوا من تجربتك الشخصيه. قلت لي انت ماكش متزوج التوا، شنو اسباب تاخر سن الزواج بالنسبه ليك؟ كريت وكل ظروف معيش اسعار غاليه برشا والاكثريه كلها هارب من الكري. نقول لك ما عادش نجم نكري، ما عادش صغار مصروفها ياسر، ما عادش يعني كري هذاك هي اللي مهرب 100 و700 باش تعمل له. فهمتني؟ مش تعمل له حتى شيء هذاك كلها الناس كلها تحسب فيها. لو كانت الامكانيات الماديه متوفره فيك كنت تتزوج والا لا؟ يعني ماهيش مشكل انك ما لقيتش شريك حياتك ولا حاجه. مش مشكله غادي اخي، مشكل بعد خاطر بعدها باش تبدا مشاكل. هم فما مشكله، هم مش خدمه ومش كذا. فهمت؟ هذاك تقول اكثر مشكله هذاك. اما كون جات فما خدمه وفما كذا علاش واحد قاعد يعني؟ فماش حد شيء. فهمت؟ بون هو الغلاء مسيو معناها في السنوات هذوما في السنوات الاخيره نقولوا مش مشكل 10 سنين نقول. كاكا 10 10 من 2015 بدات. انت قبلها ما خممتش في الزواج قبل ما يصير الغلاء هذا الكل؟ والله يا ظروف ماشي، احنا خاطر احنا توانا نكلم فيك من باجا ماهيش من هنا يعني. مانيش يعني نمشوا من باجا ونجوا نخدموا هنا يعني بصراحه فماش يعني حاجه الطريقه اللي باش توصل فماش. لما ما ثماش باش تجيب بشر وتزيد تعرف معاك تعب هجرتك حرام. انت خممت معناها تفاجيت المشاكل اللي تنجم تصير لك بعد الزواج، برمجت للموضوع معناها. برمجت اي كان ثم امكانياتها وكان ثماش امكانياتها وكذا. ما زلت تخمم في الزواج والا هذا باب وسكرته؟ واحد لا ما سكروش 45 سنه تو انا علاش مش سكر؟ مازلت نجم مسيو تعرس في اي وقت. مازلت فاش تنتظر؟ باش تنتظر؟ يا واحد يخدم على روحه وكا هو هذاك ومن بعد كل شيء تجي بيت، الخدمه تجيب كل شيء. ما عندكش خدمه حكايه فار. هذا بالنسبه في تونس. انت بني مسيو وساعات هكا نسمع اللي البني ولا هكا معناها باش تدبر خدمه لازمك تكون عندك معارف في خصوص البني. اي بالطبيعه. صحيحه الحكايه هذه ولا؟ صحيحه صحيح، كل شيء صحيح في البني هذي. كل شيء صحيح. لازمك ما عندكش معارف ما تخدمش. يخدمك حتى واحد وما يعرفك حتى واحد. وساعات راهو الانسان معناها ما يستحقش معارف في خدمته، معناها خدمته تحكي عليه. تبدا ما يبدا صنايعي ماهوش يخدم، يبدا ماهوش صنايعي يخدم. خدمته تحكي عليه، معناها تلقى الناس الكل في الحي اللي هو يسكن فيه، الناس الكل ما تعيط له كان اللي هو تخدم يخدم لهم يعني. ما يبدا المعارف كلها، ما عندك خاطر الحياة باش تلقى فيها ثلاث خياشني باش تخدم لها ثلاث اربع اشهر ومن بعد. شوف فما شركات يعني تخدم بالعام بالعامين على بعضهم، وين الشركات في تونس؟ فماش خلاص كلها كان خواص. فما الشركات مشات على روحك. هو هذا اختصاصك من اول الدنيا معناها؟ اي هذا اختصاصي. شنو باش يخدم الواحد هذاك؟
مسيو، تاخر سن الزواج كيفاش ياثر عليك؟ صفة عامة كيفاش ياثر على الانسان؟ يتعب الانسان، امور نفسانية، يولي خمم برشا، يولي كذا، يولي فهمتي، وربما يا سيدي فما برشا ناس يهربوا اصلا من الحكاية هذيك، فما برشا ناس يولي تصعب عليه يهرب جملة واحدة. كيفاش يهرب؟ ما عادش ساي، ما عادش خمم فيه، خاطر يبدا مثلا في 30 25 يولي بطبيعته مازال ديما، اذا كان يستكبر يولي يحسب اكثر. لكن معناها تأخر سن الزواج أصبحت ظاهرة اليوم في تونس. ظاهرة كبيرة في تونس، مشاكل بكلها، كلها مشاكل، كلها كان عن معايش. خاطر قبل ما تخمم معناها في الزواج يلزم واحد يخمم في مهنة قارة يعني. مهنة قارة. ما عندكش مهنة قارة حكاية فار. زايد ما عندكش مهنة قارة بشكل كف وكاو. سينو الشخص المناسب أنت لقيته ولا لا؟ ما نجمش، لا. ما لقيتش. لا لا. خاطر كلها تحسب شنو عندك شنو ما عندكش شنو كذا. لا ماهوش طمع، معناها انه الطفله تعرف تحب تعرف يعني زوجها المستقبلي شنو يخدم، تنجم تعيش معاه مرتاحه معناها ماديا ومترفها ولا لا؟ يعني هذه حاجه طبيعيه اصبحت اليوم. طبيعيه بالطبيعه. هذا الباز رقم واحد. هذا النمر. هذا حقوقها. هذا حقوق. اذا كان ما عندكش هذا مش عندك تعمل حكايه فار. ما عندك ما تعمل حتى شيء. عائلتك ما يمرجوكش هكا كيما اي معناها شخص عايش مع دارهم يقولوا له هيا وقتاش نفرحوا بيك؟ عندي اخت يمرجوا فيا، لا ظروف، كل واحد يعرف مصلحته وكا، ما تنجمش تنجم يكون المحيط اثر عليك باغ اكزومبل؟ بالطبيعه ساعات تلقى راجل صحابه الكل معرسين يسمع المشاكل اللي تدور معناها داخل معناها الحياه الزوجيه، هذاك الكل ينجم ياثر على شخص زاد موجود. فما برشا يجي يقول لك صح عليك انت خير مني يعني. وانت تراه معرس تقولوا صح عليك انت خير مني انا، معناها كل واحد كيفاش يشوف. كل واحد كيفاش، كل واحد كيفاش يشوف. لكن معناها اي شخص في الدنيا هذه ماذا بيه يعني يعمل اسره وعائله وصغار. هذاك الباس في الحياه، هي هذاك رقم واحد بالنسبه للحياه. هكاك رب سبحانه خلق الكون هكاك. لكن الظروف اكثر حاجه تنجم تخليك مستقر معناها هكا في حياتك انه تكون حياتك المهنيه سافا وحياتك الزوجيه زاده سافا، معناها زوج يكملوا بعضهم تنجم تعيش هكا سافا مرتاح نفسانيا. ان شاء الله. هذاك بالنسبه للخدمه يجيب كل شيء، تخليك مرتاح، ما عندكش تخدم تتعب في كل شيء، خاصه سيرتو في بلادنا هناك تشوفي من نقلها من جميعها من كل شيء. والله يوفقك. لا لا الياس يا مسيو، خليك متفائل، ما تعرفش ربي شنو كاتب لك. لا لا الياس لا لا. يعطيك الصحه، نخلي لك الكلمه الاخيره كان تحب تقول حاجه. قناه شنو هذه؟ نيو ميديا تي في. ان شاء الله رب معاكم. شكرا.